كم كان عددكن حين أخذكم داعش؟ كنا كثيرات، لا أعرف العدد بالضبط، لكن كنا كثيرات. أسرنا داعش، نحن وبيت خالي والكثير من أهالي قريتي وقرى تل قصب وتل بنات، وقاموا باحتجاز الجميع في مدرسة في بلدة تل عفر. أخذوكم إلى تل عفر في مدرسة؟ نعم، أخذونا لمدرسة. وصلنا في المساء، وقبل أن تشرق الشمس جاءوا وأخذوني أنا وفتيات أخريات من عندي أمهاتنا مجبرين وبالقوة. كم كان عددكن؟ كنتن 7 فتيات تم اختياركن؟ نعم، تم اختيارنا نحن 7. كنا أنا و6 فتيات أخريات. ألم يقولوا لكم لماذا يأخذونكم؟ كانوا يريدون اغتصابنا، لهذا أخذونا بالقوة والضرب من أمهاتنا. كنا نحن وأمهاتنا نبكي ونصرخ لكن بلا جدوى، فقد أصروا على أخذنا من أمهاتنا بالقوة وتوجهوا بنا إلى مدينة الموصل، حيث أخذنا أمير من داعش ووضعوني أنا وفتاة عمرها 13 سنة في منزل متروك. هل كان البيت فارغا؟ نعم، كان بيتا فارغا هرب منه المسيحيون. ذلك الأمير أخذكم أنتما الاثنتين لنفسه؟ كلا، فقد كانوا 2، كل واحد منهم أخذ واحدة منا. هل حاولت أن تهربي من المنزل؟ نعم حاولت، فذات يوم حاولت الهروب من ذلك المنزل ورميت نفسي من الطابق الثاني إلى سطح بيت الجيران، ومنه حاولت النزول للشارع والهرب، ولكنهم لحقوا بي وألقوا القبض علي، ثم قاموا بحبسي وتقييد يدي خلف ظهري لمدة 4 أيام كاملة، وحرموني خلال هذه المدة من الطعام والماء. كنت أبكي كثيرا من الجوع والعطش والخوف.